كده بردك يا فتحي هانت عليك العشرة هانت عليك مرتك شموسة النوسة هان عليك توحة الصغير إيه هو اللي هان 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 ايوه هان يا اختي هان تعالي 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 بفهمك بس هو مش ده يا حبيبتي اللي احنا كنا عايزينه من زمان بيت لوحدنا بعيد عن البيت اللي كله مشاكل ده كده برضو كده تقول على اهلك وناسك كده بيت كله مشاكل ويكون في علمك الولد ده ليه في البيت ده تمام زي اخواتي يا ست افهمي بقى وفتحي دماغك شويه من الاخر كده انت طول ما انت قاعده في البيت ده مش هتطولي حاجه والله كل حاجه يا حبيبتي رايحة على المروان وحسن يا اخويا طف من خشمك فلا الله ولا فالك ابوي لسه عايش حسه بالدنيا يا ستي ربنا يخليه كلنا بندعي والله بس هي دي الحاجة. الحقيقه الحقيقه يا حبيبي ان ابوي وافق على كل اللي انت عايزه والله يا ابوكي بقى ده انا احتارت معايا وما بقتش فاهمه بس عشان خاطرك يا شمس انا وافقت ارجع بس بشرط واحد اشرط يا عسل اول لما تخلفي وتومي بالسلامه ان شاء الله هنروح نعيش في اسكندريه ده قرار موافقه بس اسمع القصيده الجديده القصيده الجديده مم. اقول قول يا اختي <applause> بحبك يا فاتحي بحبك يا فاتحي بحبك يا فاتحي بحبك يا فاتحي انت ايه اللي رجعك يا فاتحي قومي يا بت قومي نامي قومي نامي